بداية كده عشان الناس تفهم برضو ان علي مش من الفنانين بيرسم عادي، هو يعني هو حتى بيتكلم عن نفسه هو رسمه غير تقليدي، فممكن تورينا ازاي مثلا؟ ازاي افرجك يعني؟ اه فرجنا، امال ايه؟ دي هتقعد ادوسه. طيب احنا هنستأذنك اه بالظبط كده عشان ايه؟ تبقى معروضة بشكل واضح. عايز قفشة؟ عايز قفشة. ده مو من زكاة. بس حلو على فكرة مرسومة، يعني حلو الفكرة أوي. مرسومة بدقة كمان يعني. دي بقى تعتبر دي كرتون ولا دي تعتبر، انت بتعملها بشكل ايه بقى؟ يعني في حركة كده شوية؟ يعني كاريكاتير كده. اوكي. وانت يعني ميال للشكل ده او للنوع ده من الرسومات اكتر؟ ما بتعملش بورتريه تقليدي يعني؟ ما برسم بقى حاجات كتير، انا بزيد بفحم بعمل ميه. ده حلوه دي بقى الثالثه، بص الراس خارجه دي بتاعت 3 دي بقى بتاعت وليد سليمان. 3D انت ممكن انت ترفعها هيبان عندك برضه. جميل. بس مش الرسومات التعبيريه ممكن تبقى اصعب من البورتريه العادي؟ اه طبعا، لان انت كمان بتتخيل اوضاع يعني الجسم مختلفه عن ايوه تبقى صعبه شويه عن الثاني. انت تعمل الاصعب. اه اوكي. طيب برضو نكمل معاك. بس واضح ان انت حد اهلاوي قوي. اه ايوه آه طبعا. من صغر طبعا انا واخواتي والعيله كلها. جميل. بس يعني لو عكست كده كنت تبان الكاميرا. حلو قوي. بتاعت وبليغه كمان الرسم. بتاعت الدوري. حلوه دي برضو الكهرباء. لا وبعدين مواكب عبد الوهاب. ها عبد الوهاب الاحداث دايما عن صوره صوره. طب ما تشرح لنا كده واحده واحده وخلفيه كل صوره واشمعنى الشخصيه دي؟ ده شخبطه، بحب ان انا اشخبط كده. ده انت شخبطه جميله ما شاء الله. وده شناوي ونوير. اوكي. نص وش ونص وش. حلو حلو جدا. وده شناوي برضه بالطريقه الشخبطه. حلوه قوي الصوره دي. وده مؤمن زكريا. أو الرسمة. ما يتقالش على الكلام ده شخبطة أبدا يا نهوان. احنا شخبطتنا. لو شفت شخبطتنا هتندهش. تقابلت حد من اللعيبة يا علي ولا لا؟ قابلت كابتن شناوي. قابلت شناوي؟ اديته بورتريه وكابتن حمدي فتحي وكابتن عمرو السلهيب. واديتهم أي رسومات أنت كنت عاملها لهم؟ عجبتهم طبعا. ها؟ أكيد ودي شخبطة برضه. أوكي. ودي نفسي الشناوي يرفعها كاس العالم. حلو. دي كمان جميله قوي. ودي في دي بالفحم بقى. طب ما تحكي لنا كده يعني انت لما بتيجي تقرر ترسم لوحه معينه، تعالى نستشهد بدي مثلا. اوكي. يعني الفكر بيجي لك الاول، بتبقى شايف الصوره وكانها مرسومه بالفعل في خيالك وبعد كده بتنفذ اللي في الخيال ده. بفكر حاجه في دماغي واصممها، يعني مثلا بجمع كذا شخص كده يعني واحاول اجمعها في صوره واحده. اوكي تبقى كويسه يعني.